السنه دي كانت في امتحان الفاينل شهر 2 اللي فات. شباب ركز، المساله دي مالتي ستيج، الميزه اللي فيها هي ضمه هي كومن سورس بس ضمه ار اس ومن غير ار اس في مساله واحده. يعني لو بصيت على الستيج اللي على اليمين هتلاقي الار اس عشان في بري معاك بس، واللي على الشمال مفيش كبسه، فبالتالي الار اس هنا موجوده وهنا مش موجوده. طيب الجيفن عندي ايه؟ الجيفن من الفي تريشن، الفي اوفر بي، الاي دي، اللمبر. مطلوب بقى كل حاجه بقى ايه؟ كده شغل على ال كده شغل على بعضها، الفي جي اس، الفي دي اس، الجي ام، الار نود، الانبوت والاوت امبيدنس في المرحلتين، الكارنت جين والفولتج جين، وعايز كمان الفي اوت لو الفي سيجنال ب 1 ملم. مساله شامله كل حاجه متخيله. طيب دي بنفكر فيها ازاي؟ من ايام البي جي تي واحنا لما بنشوف مالتي ستيج انا عندي اكتر من مصفت هيبقوا متوصلين ببعض، هيبقوا طريقتين، يا يبقوا تحت بعض ودي بنسميها الكاسكيدنج، ودي سهله في الحل لان تحت بعض بيبقى الكرنت واحد، الاي اللي هنا هو الاي اللي هنا هو الاي اللي هنا، الاي دي هو الاي اس هو الاي دي اللي بعده وهكذا، فبيبقى الكرنت واحد وتبقى الموضوع اسهل. وعندي مساله احلها بعد دي فيها احلها بطريقه واحده لانها تحت بعض، دي الكاسكيدنج. اما المالتي ستيج اللي هي بيخدموا على بعض عشان اكبر الفي اوت، الكاسكيدنج انا بطلع اكتر من في في نفس الوقت بتيار واحد، انما هنا انا ببقى انبوت واحد واوتبوت متكبر فهي امبليفاير. تعالوا نشوف نفكر فيها ازاي المساله دي بنحلها ازاي واحده واحده. من ايام البي جي تي احنا اتعلمنا لما يبقى عندي مالتي ستيج ببدا دايما في الموديل في الاي سي ببدا من الستيج الثانيه اللي هي الاخيره وارجع للاولى، والستيج الثانيه دي كلها بشيلها على بعض واحطها مقاومه واحده تعتبر بارل مع الاوتبوت ريزيستنس في المرحله الاولى. لكن في الدي سي اناليسيس الموضوع مش فارق. ليه؟ في الدي سي اناليسيس انت بتعمل اوبن سيركت للكاباستورز فبتطير كل الكاباستورز اللي عندك، فلما تطير الكاباستورز هتطير الكاباستور اللي هو الاخير ده بالبرانش بتاعه بتاع الفي اوت، والكاباستور ده هيطير والكاباستور ده هيطير وده هيطير، كل دول هيتقلب هيبقى اوبن سيركت. طبعا لما تطير ده يبقى كل ده كده اتشال. هو تقريبا مش هيبقوا الاثنين متصلين ببعض اساسا. بالظبط هيتفصلوا عن بعض، لما ده يتقطع انفصلوا الاثنين عن بعض. حلو قوي، حلو كل واحد لوحده. انت بتحل مساله واحده مش بتحل مسالتين. ليه؟ دقق كده هتلاقي ان دي 5 300 200 ودي 2 كيلو. دي هي 5 300 200 2 كيلو، يبقى انت هتحل مساله واحده وهي القيم دي هي القيم دي. فدي نقطة مهمة عشان الناس ايه تقول الوقت بتاع الحل مش الوقت الحل. دي رقم واحد. رقم اثنين. نبدا ناخد بقى واحده كده. الساعه دي 2 كيلو ودي كانت 5 كيلو. واحده 300. 200. واحده 200. 5 فولت. ودي كانت 5 كيلو. مش هي دي اللي بقت في المساله بعد كل اللي انا شايفه ده؟ ومتكرره مرتين. بالمعطيات اللي موجوده دي اقدر احسب دي. طبعا انت بتفترض الاول ان هي ساتوريشن لسبب بسيط، لان لو مش ساتوريشن يبقى مفيش داعي نعمل اي سي موديل. هو انا بعمل موديل ليه؟ مش اللي داير امبليفاير؟ طب لما هي سويتش وتريود طب انا هعمل موديل ليه؟ انا مالهاش لازمه. يبقى انا طبعا هفترض ان هي استيوم ان هي في الساتوريشن وهتاكد برضه. نبدا بقى ايه اللي هقدر احسبه دلوقتي؟ انا عايز احسب كل الجهد اصلا. نتيجة نبدا ب معلومه بقى، الفي جي ما يفضلش ان انا احلها فولتج ديفايدر زي ما كنت بعمل في الشيفت، ما يفضلش. لا الادق هنا ان اشتغل 7 وانا مش عايز الجا ل 7. يعني في الشيفت انت بتعملها الفي جي بتساوي فولتج ديفايدر وخلاص، هنا لا، هنا واخده شكل الفي جي تي. فانا عشان اهرب من القصه دي اصلا وما اعملش الحوار ده اصلا، اريح دماغي خالص واروح اعمل حاجه كويسه قوي واروح قايل اجيب الفي اس الاول، انا مش محتاج احسب الفي جي بالطريقه دي. الفي اس عباره عن ايه؟ مش هو الكرنت في الار والكرنت جيفن في المساله؟ يبقى هو الاي دي في الار اس نص في 2 يطلع 1، ادي الفي اس. طيب عايز اجيب ايه تاني؟ انت عندك الفي اوفر فولتج موجوده بكام؟ ب 0.3 اللي هي اصلا بتساوي ايه؟
كويس. والبي ثريشولد موجوده بكام؟ 7 من 10. يبقى البي جي اس بكام؟ 1. يبقى البي جي بكام؟ اوعى تستعجل وتقول بصفر. ما البي جي اس دي عباره عن بي جي ناقص بي اس. المفروض الناتج ده بواحد. والبي اس اصلا طلع معاك كام؟ بواحد. يبقى اذا البي اس البي جي كام؟ جبت البي جي من غير ما اروح للايه الفولتج بقى. بقى معايا البي جي ومعايا البي اس، ناقص بس اجيب البي دي. ولو جبت كده بقى اي جهود هو عايزها في المساله بقت معايا. هو عاوز البي جي اس وعاوز البي دي اس. فانا كده معايا البي جي لوحدها، معايا البي دي اس لوحدها، يبقى البي جي اس موجوده بواحد فولت. ناقص البي دي اس، طب البي دي اجيبها ازاي؟ معلش بقى البي دي مكانها هنا اهو. ودي كام؟ 5. طب ما تيجي نطبق اللوب. اللي هو ايه؟ اللي هو 5 ناقص في دي بتساوي كام؟ بالظبط اي دي في الارض. ده موجود نص مللي والارضي موجوده 5 كيلو والبي دي هي دي اللي انا عايزها. تطلع البي دي على حسب الحل بتاعنا 2.5 فولت. فالدي سي سهل، كل الجهود طلعت على طول. يبقى الفي دي اس بكام؟ اطرح 2.5 من الفي دي اس اللي هي بواحد تطلع 1.5. بقى معايا الفي دي اس، معايا البي جي اس، مش ناقص غير الكداش. اجيب منين الكداش؟ ملهاش غير قانون واحد تظهر فيه اللي هو قانون الاي دي. بالظبط. طيب ما انت لسه هنروح بعيد ليه؟ ما انت معاك البي جي اس ومعاك الفي دي اس ومعاك البي ثريشولد، ما تشيك. ايه علاقه البي دي اس بالبي جي اس ناقص البي ثريشولد؟ البي جي اس بكام؟ بواحد. والبي ثريشولد بكام؟ ب 0.7. 1 ناقص 7 من 10 تدي 3 من 10. البي دي اس اللي انا حسبتها بكام؟ ب 1.5 اكبر. يبقى اذا هو فعلا الساتوريشن. دي نص كداش بي جي اس ناقص بي ثريشولد في ايه؟ صح؟ كله موجود. اللمضه جيبل، البي دي اس جيبل، ده كده موجود. ده كده هو اللي عايزه على بعض. ده موجود. كده هنجيب الكداش، يبقى كل المطاريف بتاعت البي سي طلعت على طول اهي، ما فيهاش مشكلة خالص. شكل المسألة ما يخضش في حاجة زي كده، هي اتقسمت في الآخر نوتج ديفايدر هبل. خلصنا البي سي. في أي مشكلة في البي سي؟ عايز أروح للبي سي بقى. دكتور. عملها كام بقى؟ إيه دي؟ بتاع دي عملها كام؟ بوردر. الجرافيك تابلت؟ اه. دلوقتي ولا من ساعة ما جبتها؟ أنا جايبها من أوليكس. جايبها من أوليكس من واحد فريق مصر. دي كانت عامله 1000. بص هو احسن نوع مش ده، في حاجه اسمها هايبر، يعني ده معلومه ليك يعني حابب اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ هو السؤال اللي ما تصممش يا ابني في يوم ده التابلت اللي انا بكتب بيه القلم والحاجات. الهايبر ده افضل انواع في مقاسات صغيره كده من اول 4 بوصه ب 6 بوصه 3 في 4 سوري لحد اكبر حاجه 10 في 6. 10 في 6 دي تعمل لها 2000 جنيه 2100 في الحدود دي، ده الجديد. والثانيه تبدا من 750 800 جنيه اللي هي الصغيره خالص، تنفع للحاجات يعني الصغيره. الناس اللي تحب الرسم والديزاين في منها بشاشه، ما ابصش على بتاع ده خلاص، ابص على الشاشه وارسم نفسها وتنقل. دي احسن من الجرافيك ديزاين يعني. هي بتبقى متعبه في الاول ومش مريحه، يعني اللي جايبها ده اصلا جايبها للديزاين، ما عرفش اتعامل معاها. انا بس عشان خدت عليها فخلاص ما بقيت ما ابصش عليها طبعا. الحساسيه بتاعت انا مش عارف مكانها ولا ايه. فهي بتعود يعني، واظن يعني لا بتحسن شويه عن ان احنا خدنا فاصل خلصنا دي سي نخش على دي سي فانتج الكلام ده. نخش على دي سي اللي ايه سي بقى؟ هي المشكلة في الاي سي انك انت هل اعملها رسمة واحدة كبيرة ولا اقطعها؟ انا من رأيي اقطعها. طب هبدا اقطع من فين؟ من فين؟ طب رسمها كبيرة هتبقى صعبة. هتضطر تعملها بعرض الصف. ما تهدى يا حسن عشان ما تتلخبطش وبعدين تقول انا هدخل انهي مقاومة معايا في الحسابات في حساب الفي او الفي ام فنقطعها احلى شوية. بص طب هنقطع منين؟ هنقطع الرسمة منين؟ الكباستور اللي بيفصل ما بين التو ستيجز وبعض. طب هو فين الكباستور اللي بيفصل التو ستيجز؟ مش ده. فين؟ ده. ليه؟ لانك انت لو ركزت الكباستور ده
وراه منه ار ال، فهو ده اخوه كاستر وده ار ال بتاعتي. فاللي بعده ده هو الايه الانترميديت ستيت، ده الوسط اللي ما بين التو ستيجز مع بعض، هو ده اللي تقطع منه. طيب وحتى عشان تتاكد اكتر، بص اصلا كاتب لك ايه هنا الاي ان، كاتب لك ان الاي ان اهي هنا ده الانبوت بتاع الستيج دي، فخلاص انت من عند الاي ان. طيب ليه طبعا من عند الاي ان؟ الاول احط الموديل، انا واحد من الناس بعز قوي باي موديل، شايفه انه سهل وفي مستوى الطالب الاولى. طيب واحده واحده معايا، دي الثوابت، مين ده؟ جي ام فيجنز. نبدا بالدرين، الدرين ده اخباره ايه؟ هيبقى ده شورت سيركت في الاي سي، ايه تاني هيبقى شورت سيركت؟ ده هيبقى شورت سيركت من عند الدرين كده، هتمشي تروح ايه؟ 5 كيلو للجراوند. طبعا 5 كيلو اللي فوق دي اللي هي مكانها اسمها ايه زمان؟ ار دي. يبقى انا كده هي دي الار دي اللي هي 5 كيلو. بعد كده وانت ماشي كده هتقابل 5 كيلو تاني. تقول لي ما مش فارقه احط مين قبل مين، اقول لك لا هتفرق قوي لو قيمتين مختلفين. خلي الاخ ده دايما اخر حاجه في الرسم اللي معاه البي اوت، خليها دايما في الاخر، بلاش تحطها في الاول. هي هنا صحيح شكلها مش فارق على اساس ان الاثنين قيمه واحده. دكتور ما هو حضرتك تعمل سكرين كولر من هنا اسف. مفيش مايك. نجيب سماعه فيها. لو شغل بالله لا ممكن يكشف سلامتي هو راجل مسافر اهو. لا انا ماشي الراجل مسافر يعني كان مشوا 20 سنه ولا حاجه. انا في حاجه كلها بتاع السنه اللي فاتت عشان خاطر بيعمل ايه تاني؟ طيب يبقى احنا كده وصلنا لايه؟ لان ادي في اوت دي تعتبر مين؟ دي اخر ريزيستنس اللي هي تعتبر ار ال، ركز كويس عشان لو اتغيرت ارقام، ودي ريزيستنس اللي هي ار دي، والمفروض انا ليه شلتها؟ المفروض ما تتشالش، في ار نوت، ليه في ار نوت؟ احنا ما حسبناش على فكره الجي ام وار نوت، نسينا نحسبها. الجي ام اللي هي 2 في الاي دي على الفي اوفر فولت، والاثنين موجودين ومش محتاجين حسابات الدي سي، لان الاي دي موجوده والفي اوفر فولت كلهم جيفن. والار نوت عباره عن ايه؟ واحد على لندا في الاي دي، والاثنين موجودين ومش محتاجين برضه حسابات، يبقى جي ام والار نوت جايين هديه اصلا من راس السؤال. فاذا في ار نوت مش اوبن سيركت عشان لندا موجود. كده خلصت الجزء ده. طيب نروح على الجزء اللي تحت، السورس اخباره ايه؟ ده هيبقى شورت سيركت، فابن حلال هيلغينا الار اس، يبقى انا جاي اعمل كده خلصت من الجزء ده. يلا نروح هنا بقى، ده هيبقى ايه؟ 200 كيلو بجراوند، والاخ ده كمان هيبقى جراوند. يعني ال 200 وال 300 يعتبروا ايه؟ يعني ممكن احطهم ايه؟ 200 و 300 في برانش واحد كده. تطلع 120 كيلو تقريبا. طيب وقف هنا؟ هقف هنا بقى. ده في انبوت الثاني. وده في اوتبوت الايه؟ الثاني. يلا بقى انا مش هحط، هحل دي الاول اطلع كل المطالب بتاعتي. ايه اللي مطلوب احسبه؟ الزد انبوت الثانيه، الزد اوت الثانيه، الجين الثاني، الكرنت الجين الثاني، دول الاربع حاجات. طب واحده واحده. هو خرج الصوت بس الطرف الثاني بتاع الجين مع ديت؟ لا ما فين؟ ده هنا ده كده لسه هيروح للي قبله. هرسمها لوحدها. يعني هو يعني هل في بقى الطرف بتاع الجيم اللي قصدها هحط مع التاني؟ بالظبط. هاخد كل الباكج دي هعتبرها ريزيستنس وصل معاها الاولاني. واحده واحده بقى كده. لازم نحدد احنا فين الانبوت والاوت. طبعا هو مديني هديه كانت على الرسمه برضه الناس ما استغلتهاش كويس السنه اللي فاتت، وهو انه محدد فين الانبوت. معنى كده ان تبص من هنا تشوف الانبوت. فحددها بشكل غير مباشر، فحاطط لي هنا الاي انبوت. يبقى ده مطرح الزد انبوت. هنا ده الفي اوت، دايما تخلي الار ال في ظهرك. يبقى ده كده الزد اوت. وخلي بالك هو مدي هنا الاي اوتبوت والاي انبوت عشان تحسب الكرنت جين. تقول لي بس انت ما بتديش في المحرك كرنت جين. نحسبها بقى بما انها جت. الزد انبوت بقى هيبقى مكانها فين؟ اتفقنا قبل ال 200 وال 300.
والزد ده اوت مكانها فين قبل الار ان وفين الاي اوت حطها لي على الرسمه فاكرينها انتم دي السنه اللي فاتت الاي اوت جاي منين جاي من الفي سي سي او الفي دي دي هنا ورايح لحد فين الدرين تترسم ازاي دي هي على الار دي تترسم كده فاكرينها دي لما كانت بترسم بالعكس ليه لان الفي دي دي ده بقى مطرحه جراوند هنا والدرين اهو انا جاي من الفي دي دي رايح للدرين ده مطرح الفي دي دي وطالع فوق للدرين ودي المقاومه الارضيه فده اي اوت طب اي ام جاي منين جاي كده جاي منين جاي كده ده الاي ام زي ما هو موجود يا سند ده رقم 2 نرجع بقى نكمل حساباتنا الزد يموت 2 وانت باصص كده شايف ايه كام؟ 300 برل يعني الاثنين دول برل خايفين ليه ما تقول صح؟ تطلع 120 كيلو الزد اوت 2 وانت باصص كده هتشوف مين؟ 5 بس والارض ايوه والارض دول هتقول لي هي ما هتطلع تقريبا 5 ليه؟ الارض دول لما نيجي نحسبها هتطلع حوالي 100 كيلو ف 5 برل مع 100 كيلو هتطلع حوالي 4.8 دقايق 5 ادي كده الزد اوت بس هي تفرق معايا انا انك انت فاهم ان في اربط ولا لا طيب الجين بقى بيتحسب ازاي المفروض في اوت على في ان وطريقه حساب الفي اوت معروفه الفي اوت اللي هو ايه ده اللي هو على الخمسه دي او على دي او على ار دوت مش عارف احسبها على ولا واحده لان ما عنديش الكرنت في اي واحده فاتفقنا بنحسبها ازاي الكرنت الكلي اللي هو اللي خارج يبقى ناقص جي ام في جي اس في مين؟ في الايكويفلنت بتاع كل المقاومات دي اللي بره اللي هي مين؟ اللي هي الار نوت بارل مع الخمسه بارل مع الخمسه الثانيه. هتطلع حوالي 2.5 تقريبا بارل بتاعهم كلهم. على الفي ام اللي هو مين؟ ده هو. طيب ما الفي ام ده احسبه ازاي؟ قلنا هو هو مين؟ الحته دي اللي هي تعتبر مين؟ الفي جي اس. صح؟ واكلين بصل ولا ايه؟ ايوه هي دي الفي ام هي نفسها دي فهي نفسها في جي اس الحته الفاضيه دي بعملها ليه كده عشان دي تطير مع دي ويتبقى لك القانون الجي ام انت حسبتها 2 اي دي على في اوفر بي تطلع 3.33 من هنا لي وار نود برل مع 5 كيلو برل مع 5 كيلو تمام في مشكله في الحسبه دي طيب كده الفولتج جين بتاع مين بتاع المرحله الثانيه الكارنت جين ده بقى عشان احنا كنا ناسيينه عباره عن ايه؟ عباره عن اي اوتبوت ثانيه على اي اوتبوت انبوت الثانيه. فين اي اوتبوت وفين اي انبوت؟ اي اي اوتبوت. الاي اوتبوت ده بيتقل ازاي؟ على ريزيستنس معروف قيمتها اسمها ار دي هنا. يبقى الفي الاي ده عباره عن ايه؟ فرق الفولت ده على ايه؟ على الار اللي هو الدفرنس بتاع الفولت اوت على لا مش في اوت على ار. زيرو ماينس ايوه شفت بقى الغلطه الصغيره دي انت هتبدا تطرح من ديل السهم من راس السهم فيبقى زيرو ناقص في اوت الحته دي هي دي كلها اسمها في اوت ايوه فيبقى زيرو ناقص في اوت على الار اللي هي 5 كيلو الاشاره هتفرق طيب الكارنت اللي داخل كان ليه اسطمبه ثابته من ايام البي جي دي ما كنتش بدور على حساب الكارنت بطريقه زي الاوت كنت دايما بقول الكارنت ده بكتبه كده في ام على الزد الله ينور الفي اوت على الزد ام ليه؟ عشان تاخد الفي اوت على الفي ام يبقى هو الجين اللي انت حسبته يبقى هنا هيطلع ناقص الفولتج جين ودي تنزل في المقام ودي تطلع في الزد اللي فاكر من ايام البي جي تي كانت بتطلع ناقص اي في في زد ام على ار سي هنا بقى بدل ار سي بقت ار دي هي هي اما انا شفت لك ستيج من تو ستيجز وحطيت بي جي تي هتعرف لا ده واحده بي جي تي واحده ايه انا قلت للبشمهندسه في الدهب الاسبوع اللي جاي كده ايه فكره كده في الاخر يعني احط لكم واحده بي جي تي ملحومه في واحده فيت عشان الناس بس تفتكر قوانين بي جي تي كده احنا خلصنا الستيج الثانيه بكل اللي فيه ايه اللي انا محتاجه من الستيج الثانيه طبعا انا محتاج الاي في لانه هيتجمع مع الاي في الاولانيه خلي بالك التوتال فول التوتال جين ما بنجمعش الاي في 1 والاي في 2 بنضرب
الاي في 1 في الاي في 2 ما بنجمعش. امتى تجمع؟ لما يكون ديسيبل وديسيبل بنجمع، لكن دي ريشيو وريشيو فبنضرب. شكلكم مش فاكرين الحته دي. طيب يلا نروح نشوف بقى الايه الاستيج الاولانيه بنعملها ازاي. والله يعني ماشي طيب خلينا نشوف ارسمها ازاي. انا هجيب الجيم بتاع كل ستيج على كده. التوتال جيم بقى عباره عن ايه؟ جمع ولا ضرب؟ الضرب. ليه؟ الجيم الاولاني هيبقى في اوت واحد على في انبوت واحد، الجيم الثاني في اوت اثنين على في اوت واحد، فلما اضربهم في بعض هيبقى في اوت حاطين مع في اوت واحد ويبقى لك في اوت اثنين على في انبوت واحد. فهي بتيجي بالضرب مش بالجمع. انا قصدي ده مش اوت كفر وبعدين الجزء الثاني. لا يعني انا مش فاهم بالظبط. كفر اعمل كفر الشاشه دي. زوم اوت ثاني. زوم اوت ثاني يا دكتور كده. طب انا عايز اعمل ازاي؟ ادي دي يعني ينزل لتحت. ايوه ينزل لتحت. ما هي هو ايه؟ ما فيش وسط ليه؟ ما فيش وسط. ما فيش هنا بالزوم. دكتور ثانية. أيوه نعمل هون. نحل بقى في النص التاني. طيب ماشي، هنحل في النص التاني وخلص مفيش مشكلة. ونبقى نكبر الصورة بعد كده على الجزء ده عشان بس أبقى شايف الحتة دي. إحنا اتفقنا إن كل ده بعد كده هنشيله، بس خلي بالك لحد فين؟ لحد الكباستور الأولاني ده. وتحط مكانه ايه؟ ريزيستنس. ابدا ارسم ريزيستنس. الريزيستنس دي اسمها ايه؟ زد انبوت بتاعت التاني. ما كل ده هيتشال وتحط مكانه ايه؟ زد انبوت بتاعت الايه؟ الستيج التاني. ومتوصله معاها مين؟ متوصله معاها 5 كيلو اللي هي ار لود بتاعت الاولاني. وبتوصل معاها الكباستور هيبقى مكانه ايه؟ شورت سيركت. وهنا راجع اهو الجزء ده بقى اشيله واعمل فيه ايه؟ جراوند. هنعمل الباي بتاعه. ادي الفي جي اس وادي الار اس. ظهرت الار اس ليه؟ اصل مفيش كاباستور هنا، فالاثنين كيلو دي هتنزل مش هتتلغي. المفروض ان 2 كيلو دي بقى واخد وصله منها رايح فين؟ رايح هنا. تاني يبقى الحته دي انا شلت الجزء ده وحطيت الايه الموديل. الجزء بتاع السورس فيه ار مش هتتلغي المره دي عشان مفيش كاباستور بارلل معاه، فحطيت الار. الوصله دي اهي هي نفسها الوصله دي رايحه لمين؟ رايحه للار اللي هي 5 كيلو. وبعد كده باقي المرحله الثانيه شلت المرحله الثانيه كلها رميتها وحطيت مكانها زد انبوت 2. طيب الدرين بقى اخباره ايه؟ الدرين من هنا رايح لمقاومه واحده 5 كيلو وبعدين للسبلاي، فهتحط هنا مقاومه 5 كيلو والجراوند وما ننساش الار نود. بس الحقيقه ما لهمش لازمه كل اللي فوق ده. ليه؟ لان ما فيش في اوت عندهم اصلا، فما فيش حاجه احسبها لا زد ولا جيم ولا اي حاجه. الجزء اللي فوق ده كله مش مهم. انا المهم عندي ده. لو دكتور هو مش المفروض الار لسه نسمع على شيء؟ ده دي لما اجي احسب الزد. لما اجي احسب الزد هدخل معايا الجيم. مصحصح. طب كويس. بعد كده نيجي لحته الجيت. الجيت هتلاقي المقاومتين اللي هم اتفقنا هيبقوا الاثنين بره 300 و200. اللي هم 120. وخلي بالك ان ده كده هو الزد انبوت بتاع اول واحده. ليه؟ لان عنده اهو اتجاه التيار، فهنا كده هيبقى الزد انبوت. طب وفين الزد اوت بقى؟ هي الزد ان 2. لا قبل الار وقبل الزد. ليه؟ لان الكباستور والار دي ده دي ار ال بتاعت المرحله الاولى، ورا منها المرحله الثانيه، كل ده بقى في ظهره.
وهنا ده الزد اوت لوك يبقى هي ار اس بس هتبقى بارل مع الواحد على جي ام اللي هي لما اجي اشوف الايه السبلاي بتاعها. طب هي كده دي خلصت؟ لا لسه في حته الار اس اللي هي 120 كيلو دي وفي حته الايه الفي سي لو كان عليها كام درجة؟ وانا مش قلنا ان الار ار 2 اللي هي 5 دي تبع الموسم الثاني تبع الاولاني ده هو تبع الثاني. لا بص انا فصلنا ما بين الكباستر. لا احنا الكباستر اهو فصلنا ده لكن مش الاولاني. ال 5 كيلو دي تبع دي ده الكباستر ودي ار ال بتاعت الاولاني. طب ده اللي هقوله. طب يبقى ليه ما عملناش الزد اوت بقى قبل ال 5 كيلو؟ لان الار لان ال 5 كيلو دي اصلا بتعتبر ايه؟ بتعتبر ار ال دايما تبقى في ظهري وانا بحسب الزد اوت. زي اخر مرحله اخر مرحله خالص انت ما بتخش حسابك ال 5 كيلو والزد ان انت صح دايما بتخليها في ظهرك فهي هنخليها في ظهري هي والزد ان. اه انت الزد ان بتاع المرحله بالظبط. دكتور هو حضرتك كنت عامل البيجي في طريقه ثانيه اللي هو الزد انبوت ديت بعتبرها ار لود للمرحله اللي قبليها. يعني في ار لود للمرحله الاولانيه انا ما اشتغلتش عليها الزد انبوت ديت اللي هي بتاعت المرحله الثانيه تبقى ار لود للمرحله الاولانيه. يعني الاثنين ار لود. ايوه ار لود بارل مع ار لود اللي موجوده اصلا على الرسمه. ما لو ما فيش ار لود اصلا في المرحله الاولى تعتبر هي الار ال ساعتها بس الزد انبوت بتاعت الثانيه هي ار ال بتاعت هي تعتبر لود فعلا لانها هتتضم مع الار ال اللي موجوده اصلا فيبقى التوتال ده لود فعلا. طيب الفكره بقى انا هحسب ازاي؟ ناقص حته صغيره اوضح على الرسم الاي انبوت والاي اوتبوت عشان احتاجهم. الاي انبوت والاي اوتبوت هنا على الرسمه الاولى ده الانبوت اللي هو ماشي بالمقاومه 120 كيلو. الاي اوتبوت اهي نازل من فين؟ نازل من السورس للجراوند فهنا هيبقى هو هو في نفس الاتجاه مش هيبقى مقلوب. لما نازل من السورس للجراوند انا باخد كوبي بيست من الاتجاه زي ما هو. يلا نبدا نحسب بقى الحاجات اللي احنا عايزين نحسبها. اول حاجه الزد انبوت 1 لما تيجي تبص من هنا هتشوف ايه؟ هو هو ال 200 بارل مع 300 مفيش حاجه مختلفه ولا في حاجه مختلفه؟ لما تيجي تبص من هنا انت شايف حاجه غير دي؟ الباقي اوبن. مشكلتنا فين هنا؟ في الزد اوبن ودي قلناها من المره اللي فاتت. الزد اوبن المره دي فيها تكايه. لما تيجي تبص من هنا انت هتتخدع وهتفتكرها ار اس بس. بس عشان خاطر انت واخد الاوبن من تحت مش من فوق فالدرين ده هيتشاف تحت كانه واحد على جي ام. هيبقى في ار اس بارل مع واحد على جي ام. لو انت بترسم تي موديل هتبقى واضحه معاك الواحد على جي ام. بس دي كده الجزء بتاع الزد اوت. الجيل الاولاني عباره عن ايه؟ في اوت الاولاني على في انبوت الاولاني. طب الفي اوت الاولاني اللي هو فين؟ اللي هو ده مش ده كله في اوت؟ اللي هو مين؟ الفولت اللي على دي او على دي او على دي. ما عنديش اي تيار عشان اقدر احسب الفولت فاعمل ايه؟ اجيب التيار الكلي واضربه في الايكويفلنت زي ما كنت بعمل قبل كده. بس الفكره هنا التيار الكلي فين؟ التيار الكلي اللي هو داخل هنا ده اللي هو هيتوزع على الثلاثه دول. طب ده اللي جاي هنا ده جاي منين؟ ما هو جاي ده يعني هو يعتبر هو اي دي هو اللي اسمه ايه هنا؟ جي ام في جي اس. يبقى التيار ده هو يعتبر جي ام في جي اس في مين؟ في الثلاثه اللي تحت دول كلهم. اللي هي زد انبوت 2 اللي احنا حسبناها اللي هي تعتبر مين زد انبوت 2؟ اهي 120 فيه. تاني كده تاني كده جن تاني. الجين عباره عن ايه؟ بص احاول اشمعها تحت اوضح شويه عشان لا هي سهله والله مش صعبه انت لو متدرب عليها هتلاقي الموضوع سهل. الجزء بتاع الموديل اهو مرسوم كده وفي هنا ار اس وفي هنا ار ال وفي هنا زد ال. انا عايز احسب الفي او دوت الصوت يا شباب. الفي او بتعبر عن ايه؟ الفولت اللي على ده او اللي على ده او اللي على ده. ما عنديش اي تيار لوحده في كل برانش عشان اقدر احسب الفولت فاقوم جايب ايه؟ او جايب التيار الكلي ده
وضربه في ايه؟ في الايكويفلنت دول كلهم. فالتيار البني ده في المقاومه كلها هي البارل دول. التيار ده اللي هو مين؟ اللي هو جاي من هنا لان ده اول. فهو يعتبر ده اللي هو مين؟ جي ام ال اس. تمام؟ الناس اللي اعصابها تعبت احنا لسه نجس ما خلصناش. طيب تعال نشوف بقى احنا معانا الجين اهو الفي اوت. في ناس تحلها بطريقه ثانيه بتسيب الجزء ده وتسميه في اوت زي ما هو في اوت تسيبه. وهقول لك ليه بتسيبه. هتيجي على الفي ان. فين الفي ان؟ مش هو الفولت اللي داخل ده كله؟ مش ده كله الفي ان؟ مش عارفين نجيبه على الريزستنس دي فيجيبوه منين؟ من البرانش ده كله. فالبرانش ده كله محسوب حتتين بي جي اس زائد الحته اللي تحت. فالبي جي اس زائد الحته اللي تحت ايه؟ الجهد اللي على الار اس اللي هو مين؟ اللي هو الفي اوت. عشان كده اكتبوا فوق في اوت وتحت في اوت ويبداوا يقسموا على في اوت لان الجين ده هيبقى تقريبا بيساوي 1. في اوت على في اوت زائد بي جي اس فتقريبا هو الفي اوت اللي هو 0.99. يعني تاني انا قلت هيبقى في جي اس زائد الحته اللي تحت. الحته اللي تحت هي الجهد اللي على الار اس. ما عنديش جهد على الار اس هو نفس الفي اوت اللي هو مين؟ اللي هو البسط كله. ما ده الفي اوت. يبقى جي ام في جي اس في ار اس بارل مع ار ال بارل مع زد ان. اجمع بقى الكلام ده كله هيطلع تقريبا 0.999. لسه ما حسبتوش اهو. ده لسه في ظهري. ده ما بيظهرش في حساب الاي في. لسه في حساب حاجه اسمها الاوفر اول جيم اللي هو الفي سيجنال. طيب ناقص احسب ايه هنا في الستيج دي عشان اقفلها؟ الاي اي. الاي اي هي الاي اوتبوت على الاي ان. ها بمجرد النظر فين الاي اوتبوت؟ الاي اوتبوت احنا اتفقنا ان هي اللي على الار اس. تتحسب ازاي؟ هيبقى الفولت ده ناقص زيرو على الار اس. اكتبها ازاي؟ اكتبها في اوت. المره دي مش زيرو ناقص في اوت على الار اس لان انا بادئ بالدين السهم الراس ده على المره دي ايه؟ ار اس مش ار دي. المقام بيتكتب ازاي؟ ثابت بيتكتب كده في ام دوت فيقوم متحول الشكل ده لفي اوت على في ان اللي هو الجين في زد ان على الار اس. هنا مفيش النيجاتيف والزد ان دوت عندك انت لسه حاسبها واحد لسه حاسبها فوق ايه؟ وعندك الار اس وعندك الجين. كده انا معايا الجين الثاني ومعايا الكارنت الثاني كل حاجه. ناقص احسب بقى ايه؟ اخر حاجه خالص الاوفر اول جين اللي هو لما اجي احسب الفي اوت على الفي سيجنال. امال انا اللي حسبته ده ايه؟ انت حسبت الجين ده لوحده. حسبت الجين ده لوحده. ده لوحده بيعتبر الفولت الثاني الخارج على الانبوت الثاني. وده لوحده يعتبر الفولت الاوتبوت الخارج على الانبوت الاولاني. خلي بالك ان الفي اوت 1 هو هو في انبوت 2 خارج اول مرحله هو هو داخل ثاني مرحله. فده هو ده. فلما اجي اضرب الاثنين في بعض هيطير ده مع ده فيطلع لك في اوت 2 على في انبوت 1 بس ده مش الاوفر اول جين. ده خارج اخر مرحله خالص. لو رجعت لراس السؤال نفسه ما بقاش باين خلاص راس السؤال. فلو رجعنا لراس السؤال هيبقى اخر مرحله خالص اللي هي دي على الحته دي بس. هو ده الجيل اللي انا حسبته. انا ما جبتش لحد ورا خالص البي سيجنال. طب ارجع اجيب البي سيجنال ازاي؟ هنعمل زوم على الحته دي كده لوحدها. انت فاكر الرسمه دي كنا بنستفيد بيها في حاجه. كنت برسم دي كده دي الار سيجنال ودي البي سيجنال وده كان بيبقى مين؟ اللي هو زد انبوت. كنت بتجيب الفولت اللي هنا اللي هو الفي انبوت ده بجيبه ازاي؟ بقول الفولت اللي داخل في زد انبوت على زد انبوت زائد ار سيجنال صح؟
لو جيت قسمت على في سيجنال يبقى الفي انبوت على الفي سيجنال بالشكل ده. ايه لازمتها اللي انا حسبتها دي؟ حسبت بيه ليه؟ انت عايز مين؟ انت عايز الاوفر اول جين. الاوفر اول جين بتحسب ازاي؟ اخر فولت طالع على الفي سيجنال. ما عنديش حاجه تحسب الكلام ده، فكنت بقسمها في اوت 2 على الفي انبوت 2، سوري مش 2 اللي هو في انبوت 1، في في انبوت 1 على في سيجنال. ضربت البسط والمقام في في انبوت 1. طب انا عملت كده ليه؟ عشان دي كده اقدر احسبها، الفي اوت 2 على في انبوت 1 اقدر احسبها ازاي؟ ما هي دي كده تعتبر الجين الاولاني في الجين الثاني، ودي لوحدها هي دي. يبقى الاوفر اول جين عباره عن ايه؟ الجين الاولاني في الجين الثاني، كمان في مين؟ في المقاومه بتاعت الاولانيه على مقاومه الاولانيه زائد هو انت عارف فاينل هيجي سؤال ده بس ده كان سؤال المثبت في محاضره الفاينل صح؟ مش هو السؤال ايه اللي هيجي؟ طيب هو ما كانش بالنسبه لهم جديد، ما كانش جديد مثلا، لان هو جات لهم نفس المساله اصلا في كويس دايركت، بس كانت الفكره كلها دي كلها في كويس كانت جايه في كويس دايركت، بس الفكره كلها ان الاوتبوت ما كانش متاخد من تحت من عند السورس، كان متاخد من فوق من عند الدريف، فهي كده اسهل يعني. انا لما اجيبها لك كده دي اسهل ليه؟ الدي سي مفيش فرق، لكن في الاي سي في فرق كبير. ايه الفرق بقى هنا؟ انت الموديل ده هو هو القديم، لكن الموديل ده هو هو ده، مفيش ار اس، هو برضه انا لاغي الار اس على الارم ديليكال، فبالتالي هيبقى هو هو نفس الموديل. هو هيحسب مره واحده يعتبر، اللي هو اللي هيطلعه هنا واخد من هنا موصل على هنا، فالجين ده هو هو الجين ده، بس الفرق الوحيد ان هيعتبر كل دي ريزيستنس هنا فوق في الدرين مش تحت، فلما يجي يحسب الفولت الاول اللي هو الخارج هيبقى ناقص جي ام في البي جي اس في افتح قوس الار مو بارل مع الار دي، زي ما كان بيحسب الفي اوت في المرحله الثانيه، تبقى هي نفسها الفي اوت في المرحله الاولى، بس هيدخل معاها بس الزد ام دوت. مفيش بقى حته الواحد على الجي ام وان الجيم الاوت متاخد من تحت، مفيش، هو كلها من فوق، فهي الفكره هي هي مفيش اختلاف دي. فيعتبر هم يعني مش اول مره اشوف المساله دي. طيب اخر مساله عندي عشان تمشوا، ودي سهله، ودي بقى لكم بقى ايه في امتحان في كويز في اي حاجه كده، يبقى انكم بتحبوا المسائل اللي هي الصغيره، نجيب لكم حاجه بقى كاسكيد كده تحت بعض كده عشان يبقى كرنت واحد وبيطلع كذا فولت. انا عايز الاوميجا 1 والاوميجا 2 والاوميجا 3، مساله هايفه جدا بتتحل بسهوله. ايه الاوميجا ده؟ الويدث. القانون. ها انا عندي الثلاثه دول، في معلومه سهله قوي، هو مديك الكارنت الاولاني اللي هو الماشي في كيو 3، كده حلها خلاص. اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا هو اللي ماشي هنا.
الاي دي خلاص 120 مايكرو. انا نايم حط بقى قانون بقى، هتفرض الاول انك ساتوريشن، وطبعا انت مش محتاج تفرض، انت لو بصيت الكيو 3 كيو 1 اللي تحت هتلاقي الجيت والدرين زي بعض والسورس بصفر. ادي الفي دي اس والفي جي اس، هو هنا كل القصه ايه؟ ان الفي دي اس ب 1.5 وهي هي الفي جي اس. جت في الجت في الكويس هتلاقيه خلاص، يبقى انت كلهم هتلاقي 3 ساتوريشن. طب القانون بقى مفيش 1 زائد لندا في دي اس، عشان خاطر هنا مفيش لندا. ايه اللي موجود وايه اللي مش موجود؟ ده موجود ده موجود. الكي ميو سي او اكس هي موجوده خلاص، دي موجوده. الاي واحده في كل ترانزستور، يعني انت هتمسك الاول كيو 3 من تحت كده تحله، الكيو ده لو ترانزستور اللي تحت او لو سام ده كيو 1 هتبدا من اول واحد تحت ترانزستور الاولاني. الكي داش موجوده والاي موجوده والفي جي اس هنحسبها اهو، ادي الجيت اهو هو نفس الدرين، يعني اعتبر ده 1.5 والاس بصفر، يبقى الفي جي اس ب 1.5، الفي ثريشولد ب 1. خلاص احسب الايه؟ الاوميجا موجوده او ال هي اللي موجوده وعايز الاوميجا 1. اكرر نفس المعادله، نفس الكي هي هي، نفس الاي هي هي، نفس البي ثريشولد هي هي. مين اللي هيتغير؟ الفي جي اس. الفي جي اس بتاعت كيو 2 بكام؟ ادي الجيت اهو ب 2.5 والسورس هنا ب 1.5، بضيف 2.5 من 1.5 ده الفي جي اس. والاولانيه هيبقى الفي جي اس بكام؟ ب 5.2 في نفس الشكل. فحته هايفه، مسألة هايفة جدا. دكتور ماشي دكتور، هو انا لازم اعمل التشيك بتاع الساتوريشن؟ لازم، عشان القانون بتاعك انت صح ولا غلط اللي انت حواصل عليه. مش الشكل لما تجيب، ما هو من الاول انا ممكن اقول، يعني انا من الاول خالص هي ما لقيتش حاجات كده، يعني من الاول في دي جي لازم اعمل التشيك ولا اقول في الجيم الساتوريشن بس. ما هو انت كل اللي انت هتعمله بالفي دي جي انت بصفر، ايه علاقته بالفي ثريشولد؟ اكبر من ناقص بي ثريشولد يبقى هو كده ساتوريشن من الاول، بس سطر واحد للكل. شكرا، ما تعملش مع كل واحد، هي كل اللي هتطبق على اولى زي الثانيه زي الثالثه، لان الفي دي جي بصفر. ادي المسائل يا جماعه اهي، بس شوف اللي عايز ياخد غياب بقى. شكرا.